السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الطويجن غدي وفنة متواضعة. طويجن باللحمة بهذا اللفت صغيرة، هذه اللفت الصفراء. وكما تتعرفوا الطاجين تيبغي كاينين خضر اللي تيمشيو مع بعضياتهم. انا صراحة معتمد عندي الطاجين اللفت هاد الصفر مع الجلبانة البسيلة. يعني هنا انا درت طاجين سخن ودائما على الحطب كما تعودتوا معايا دائما. اول حاجة غادي ندير زيت الزيتون واحد الكمية معقولة، وغادي ننزل بالبصل. البصل والثوم واحد، درت واحد ثلاثة ديال البريصات الثوم. وغادي ندير اللحمة. اللحمة الإنسان يتحكم في على فكرة هاد اللحمة ديال العنقرة، الرقبة لا العنقرة ديال العجل، يعني الرقبة صدقوني تيجي بها طاجين لذيذ، واللحمه ديالو تتكون فتيه. الربيطه ديال القزبر والمعدنوس، وكما قلت لكم هاد الجلبانه والبسيله والقرعه وهذا اللفت الصغير الصفر تاع معكم. هذه صدقوني تيجي بها الطاجين لذيذ. هاد اللفت هذه نستعملوها غالبا في الكسكس، لكن لما لا نديروها طويجن. وانا معتمدة عندي تجي لذيذة. نتمنى انكم تشموا هذه الرائحة اللي طالعة من البصل تيتشحر وديك الطريف ديال اللحم. نشل اليدي، نغسل اليدي باش ندير العطريه، ندير التوابل. يعني بسم الله انتم تشوفوا اللحمه بدات تتشحر، يا سلام على رائحه طالعه. غادي نغطي عليها، راهي تمن نتبل. اوب مشات المغرفة طاحت. وهاد الطماطم الكرزية غادي نديرها غير تزين واختيارية، وهاد الحامض مرقد. غادي ندير توابل هاد البسيلة والفوق سميتها اللفت الصغير، معلقة خشيتها هنا نسيتها. غادي ندير الفلفل الأسود، غادي ندير سكنجبير الزنجبيل، وغادي ندير الكركم، وغندير الملح. مهم القياس، الإنسان يتحكم في الكمية في القياس ديال الملح.
غادي نحاول ما خلط وانا كمان وهاد الربيطه ديال القزبر والعدنوس غنديرها في الجنيب وغادي نستف هاد اللبس وهاد العطريه اللي درت هاد التوابل اللي درت هي اللي غادي تعطي للحيمه حقها غادي ندير شويه باش ما يتحقليش الطاجين شويه الماء وغادي ندير المزيود وغنزوق بالفول بالطوماط سوريز اختيارية الطوماط سوريز انا منفى نديرها وهاد الحامض تيعطي بنا الطاجين وغادي نمرق الماء غليان طبعا دائما نأكل الطواجن تيبغيو الماء غليان باش تيجي بنين وغادي نغطي عليه اوبس وغادي نخليه يطيب في خاطرو غادي نجمع هاد الشيء ندخل عليه هاد الشيء ندي براسي طويجنا في اللي سالينا له القوام ديالو كيجي غادي نخليه يطيب على خاطرو ما غاديش نزيد النار وغادي نخليه يطيب دونك هنايا بعد ما خليت الطويجن ديالي يطيب غادي ندير معكم مقبله ديال الباذنجان شعلت النار على هذه المقيله هذه الطاسه غادي نديرها كيما قلت لكم بالباذنجان الباذنجان شديتو قطعتو هكا على جوج دهنتو بالزبيده ولما طيبت الخبز دخلتو الفران حتى صار الداخل ديالو بحال زبده الطاب وغادي نحتاج لهاد المقبله هادي غادي نحتاج قزبر معدنوس والثومه غادي نطبقهم في المهراس غادي نطبقهم مع شويه ديال الملح فلفل احمر ابزار صدقوني تيجي تجي المقبلة لذيذة الابزار الانسان الفلفل الاسود يتحكم الانسان في حساب الذوق وراس المعلقة ديال سكين ديال الكمون راس المعلقة وشنو اخر غادي ندق هاد الشرموله مع الثومه درت هنا واحد 3 طريسات الثومه على حساب الباذنجان اللي عندي غادي نطقو مزيان هاد التومة والقزبر واللي ما عندوش هكا هاد الهون هاد الهشواه ولا غير لازم انه يكون ملين غادي ندير زيت الزيتون هنا واحد الكمية كما قلت لكم على حساب الانسان يتحكم على حساب القدر ديال الباذنجان اللي كاين
وغادي ندير هاد الشربوله هنا. غادي ندير واحد العصره د الحامض وسطح ليه، واحد العصره د الحامض هيدو ديك العظيمات البودور، نتمنى انه يكون يظهر هاد الشربولة هادي. شلل يدي دونك هنايا هي هاد الشربولة تشحرات لي. غادي نقبط هاد البنجال، هاد البنجال هذا غادي نشرحو هكا بالموس هكا واحد تفليحة محترمة. لأن لما قطعتو ما فصلتوش على الرويس ديالو باش ندخل هاد العطرية هنا، صدقوني تيجي لذيذ. هانتوما شفتو راه داخل الطاب بحال المخ بهاد الطريقة. ضروري نفلحو هاد التفليحات هاكا بالسكين. ها طايب، تيجي لذيذ الصراحة وتيجي منسوم بديك الحامض. نقص هاد العود صافي ونخليوه. نزيد هادي اللي بقات، هانتوما شوفو راه طاب طاب رجع بحال الزبدة. غادي نقصو هادو وغادي نخليه يشرب هاد التوابل وهاد الشرمولة. النار راني ما خليتهاش قوية باش ما يتحرقليش ديك الشرمولة اللي درت. الطوليجن ديالنا ها هو صافي. غادي نخليوه هكا هاد الباذنجان اللي يشرب هاد العطريه اللي انا درت، هاد التوابل وهاد القزبر والمعدنوس والثومه، وان شاء الله نتلاقاو. بغيت تمنيت انني نقرب لكم باش تشوفوه. كيما شفتو قربت لكم التصوير باش تشوفوا هاد الشكل هذا ديال الباذنجان، تيجي هكا مشرمل رائع الصراحه. ريحته طالعه وريحه الحامض، ديك العصره ديال الحامض اللي انا ضفت عطات واحد لا فريشور. غادي نخليه هكا يشرب هاد العطريه وهاد التوابل وهاد الثوم والحامض اللي انا ضفت وتلقاو. ومره مره غادي نبداو نهزو من هاد الشرموله ونديرو فوق باش حتى الفوق يتلبس بديك التوابل اللي حنا درنا.
في الاخير هكا الشكل النهائي ديال الطويجن ديالنا. هكا تيجي واقف في الإيدام مشحر. يا سلام. وهذا عندي المقبله ديال الباذنجان. والخبيزه ديالنا هكا تتجي طيبتها بكري وتتجي محمره ولذيذه محمره من جوج الجوايه. يلا بون ابيتي. وحتى لهنايا تنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. باي باي.